الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: امرأة لا يوجد لها أقارب، توفي زوجها وهي جارة لنا، ثم استفزعت بنا أن تقضي عدتها عندنا في البيت، فهل يجوز لها ذلك الشيء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المعتدة عدة وفاة يجب عليها لزوم بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج منه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة. فخروج المعتدة من بيت زوجها له ثلاثة أحوال: يجوز في حالين، ولا يجوز في حال ثالثة. فإذا كان خروجها واعتدادها في غير بيت زوجها داعيه الضرورة فإنه يجوز، وإذا كان داعيه الحاجة الملحة فإنه يجوز، وأما إذا كان داعيه مجرد التحسين والكمال والتوسع فإنه لا يجوز. وبناء على ذلك فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تتحول عن الاعتداد في بيتها إلى الاعتداد في بيت آخر، بسبب أنها قالت: إني أخاف أن يقتحم علي يا رسول الله، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحول، أي أن تعتد في غير بيتها. فإذا كان يخاف على هذه المرأة لوحدها في هذا البيت من وجود من اللصوص أو ممن قد يدخل عليها، أو كانت تخاف على نفسها إذا كانت وحيدة، لأن من الناس من لا يستطيع أن يعيش وحيدا، لا بد ممن يؤانسه. فإذا كان اعتدادها في بيتها متعذر تعذر ضرورة أو تعذر حاجة ملحة، فلا بأس أن تنتقل من الاعتداد في بيتها إلى بيتكم، لا حرج عليها في ذلك. وأما إذا كانت قادرة على الاعتداد في بيتها وليس ثمة ضرورة ولا حاجة، فإنه حينئذ لا يجوز لها أن تخرج لتعتد في مكان آخر، ولكن يجوز لها أن تخرج في النهار لكم وتجلس عندكم إذا كانت محتاجة لمن يؤانسها يصبرها ويعينها على ظرفها، فإذا غربت الشمس فإنها ترجع لتبيت في بيتها. فإذا كانت محتاجة للخروج في النهار فتخرج عندكم لتؤانسوها وتسلوها في وحدتها، ثم إذا غربت الشمس أي حل الليل ترجع لتبيت في بيت زوجها، والله أعلم.